في جابروني العاصمة البوتسوانية علشان اتكلم معاه بتفاصيل اكتر عن سفر النادي الاهلي والرحلة واخر استعدادات النادي الاهلي لمباراة يوم السبت ان شاء الله. محمد برحب بيك وحمد لله على السلامة. مرحب بيك يا عمر، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. الله يسلمك. يعني عايز اقول لك منذ لحظات قليله لسه واصلين لداخل فندق الاقامه، يعني وانتم بتبداوا النشر الرياضيه كانت البعثه بالكامل اللاعبين والجهاز الفني والاداري بعد رحله سفر فيها كانت مشقه طويله جدا. حتى بعد الوصول الى مطار العاصمه البتسوانيه جابروني خد وقت كبير لغايه لما انتهت الاجراءات الاداريه بخروج بعثه فريق النادي الاهلي من المطار حتى الوصول الى فندق الاقامه. لكن الحمد لله عايز اطمنك في هذه اللحظات واتمنى كل جمهور النادي الاهلي الحمد لله البعثة بخير، الأمور الحمد لله تسير بشكل جيد. كابتن سمير عدلي كان في استقبال بعثة فريق النادي الأهلي في المطار، قدر الإمكان حاول يذلل كل العقبات اللي ممكن تواجه البعثة منذ الوصول حتى التواجد داخل فندق الإقامة. الفريق الحمد لله واصل لفندق الإقامة منذ عايز أقول لك في أقل من نص ساعة، يعني الفريق لسه داخل لفندق الإقامة. الجهاز الفني لغى التدريب المسائي، صعب جدا للفريق يتدرب النهاردة بعد رحلة سفر استمرت حوالي 12 ساعة، تخللها ترانزيت حوالي ساعة ونصف في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. لكن بعد حوالي ساعه الا ربع هيكون في تدريب استشفاء في الدور الثالث في فندق الاقامه. يعني حتى وانا بكلمك احنا في الكوريدور داخل فندق الاقامه، مجرد ما وصلنا بنجهز على طول عشان نكون معاك على الهواء مباشره ومع كل جمهور النادي الاهلي ومعاك اذا كان في اي استفسار يتعلق بالبعثه واجراءات السفر واجهزيه الفريق لمباراه تاونشيب. محمد كلمني على تفاصيل رحله النادي الاهلي الى بوتسوانا بدايه من مطار القاهره، سفر الى اديس ابابا، ترانزيت حوالي 90 دقيقه، وبعد كده توجهتوا إلى جابروني العاصمة البوتسوانية. هل كان في أي صعوبات واجهت الفريق من إجراءات من استقبال؟ حتى احنا عارفين كابتن سمير عدلي سبق النادي الأهلي وكان موجود بيجهز كل حاجة تخص النادي الأهلي في رحلته، يعني كلمني بتفاصيل أكبر عن رحلة النادي الأهلي إلى بوتسوانا. طيب بداية يا عمر، موعد إقلاع الطائرة على الخطوط الأثيوبية لسفر فريق النادي الأهلي من مطار القاهرة حتى الوصول إلى بوتسواني، الرحلة بالضبط كانت تبدأ الساعة 2:30 من صباح اليوم اللي هو الثلاثاء. الطائرة أقلعت في الساعة 3:45 من فجر يوم الثلاثاء، وصلت إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في حدود حوالي الساعة 7:30. مكثت البعثة حوالي ساعة ونصف ترانزيت وكان هناك زحام شديد جدا في مطار أديس أبابا في أثيوبيا. لكن المسؤولين عن الامن في المطار عندما علموا بان وجود بعثه تفاريخ النادي الاهلي سمحوا بفتح جيت خاص لبعثه تفاريخ النادي الاهلي لكي تلحق البعثه بالطائره الاخرى التي ستتجه من اديس ابابا الى جابروني في بوتسوانا. وبالفعل في اقل من نصف ساعه استطاعت بعثه فريق النادي الاهلي ان تنهي كل الاجراءات الاداريه والبوردنج الخاص بحجز الفريق والوصول الى الطائره لاستقلال الطائره المتجهه عبر الخطوط الاثيوبيه ايضا من اثيوبيا من اديس ابابا حتى الوصول الى جابروني. يمكن كانت مفاجأة بالنسبة لنا ان الطائرة يمكن نزلت في شلالات في جنوب افريقيا حوالي يعني ربع ساعة نص ساعة، ما خدناش وقت كبير. كانت بعدد من المسافرين على الطائرة كانوا ينزلوا في هذه المدينة القريبة جدا من جوهانسبرج، لكن بعد وصول البعثة الى مطار العاصمة البتسوانية جابروني كان في مشكلة ايضا بقى في مسألة انهاء الاجراءات التأشيرات. يمكن تأشيرة بتسوانا انت بتاخدها في المطار، فكان في حوالي ما يقرب من 10 من افراد البعثة واللاعبين حتى اللحظه وكنت بكلم معاك واحنا مثلا في المطار ما كانوش لسه خدوا اجراءات التاشيرات والدخول الى الاراضي البتسوانيه. هذه الاجراءات استمرت حوالي من ساعه الى ساعه ونصف داخل مطار جابروني الدولي لكي يستطيع الفريق انه يحصل على التاشيرات اللازمه وكل البعثه الاعلاميه تحصل على التاشيرات اللازمه للدخول الى المدينه بعد الوصول مباشره. بشكل عام اقدر اطمنك ان الفريق الحمد لله الحاله الفنيه والحاله البدنيه تقدر تقول جيده جدا، عشان كده الجهاز الفني بالامس كان عمل تدريب مسائي لانه كان متوقع ان رحله السفر هتكون طويله والترانزيت والسفر من القاهره الى بوتسوانا هياخد وقت كبير، فبالتالي النهارده في مرحله استشفاء وتدريب هيكون في مختص وصاله جيم في الدور الثالث في فندق الاقامه. وانا بتكلم معاك دلوقتي على فكره انا في الدور الاول في فندق الاقامه من امام التواجد البعثه الاعلاميه وعدد من اعضاء الجهاز الفني واللاعبين، ويمكن الجميع متواجد في منطقه واحده داخل فندق في اول حتى الدور السادس. محمد انا عايز اسالك على صعوبات كبيره جدا تتعلق باجراءات السفر. محمد عايز اسالك على الاجواء، الجو العام في بوتسوانا، درجه الحراره،
برنامج النادي الاهلي سواء في استعداده من اول بكره، طبعا احنا انت قلت لنا النهارده النادي الاهلي هيبقى عنده استشفاء، لكن برنامج الفريق من اول بكره، وعايز اعرف كمان معلوماتك على ملعب المباراه. طيب قبل ما اتكلم بس على موعد البرنامج بكره والترتيبات حتى موعد المباراه باذن الله يوم السبت الساعه 6 مساء على الملعب الوطني في جبروني، احمد فتحي حتى اللحظات الاخيره الجهاز الفني كان بيفكر في ضم احمد فتحي وحتى الوصول في مطار القاهره الدولي، كنت بتكلم مع كابتن محمد يوسف والجهاز الفني في امكانيه تواجد احمد فتحي في هذه المباراه، لان البعثه كما اعلن بشكل رسمي قبل السفر ب 24 ساعه هم 24 لاعب قوام القائمه الافريقيه في السفر لهذه المباراه. لكن بعد التدريب الاخير على ملعب تيتش فضل كارتيرون عدم يعني الاستعانه باحمد فتحي في هذه المباراه، خاصه ان الاربعه ايام اللي البعثه هتكون متواجده فيها هنا في بوتسوانا مش هتكون تسمح ان احمد فتحي يكون موجود في المباراه، عنده شد شديد في العضله الاماميه واجهاد قوي جدا، فبالتالي الجهاز الفني شاف ان في صعوبه جدا بالحاق احمد فتحي، فبالتالي البعثه توجهت بالامس من مطار القاهره ب 23 لاعب. نقطه اخرى، بعد ما وصلنا مطار العاصمه البوتسوانيه جبروني للاسف يعني ما يقرب من حوالي من 6 الى 7 افراد في البعثه الرسميه في النادي الاهلي فقدت الحقائب و الأدوات اللازمة الخاصة بها داخل هذا المعسكر، أيضا بالإضافة لذلك كمان أدوات التدريب اللي كان هيصطحبها الجهاز الفني لهذه المباراة تم فقدانها في رحلة السفر من أديس أبابا إلى بوتسوانا. أبرز هؤلاء اللاعبين اللي تاني بالتأكيد يعني فقد حقيبة سفره ميدو جابر لاعب خط وسط فريق النادي الأهلي، بالإضافة إلى أدوات التدريب اللي هيستعين بها الجهاز الفني في مباراة بإذن الله والتدريبات خلال الفترة القادمة، وباقي أعضاء الجهاز المعاون اللي هم يعني عم حارس بعثة، بالإضافة إلى أدوات التدريب حتى هذه اللحظات هيتم العودة مباشرة إلى مطار جبروني بعد قليل بعد ما يتعمل تشيك على كل الشنط الخاصة بالبعثة عشان يتم معرفة أرقام الشنط اللي تم فقدانها عشان يتم الاتصال بالمسؤولين في مطار بوتسوانا، لعل وعسى أن هذه الشنط أو هذه الحقائب تلحق بالبعثة خلال الأيام القادمة وقبل المباراة بإذن الله يوم السبت القادم. موعد التدريبات خلال الفترة القادمة يعني بعد ميعاد الاستشفاء النهاردة اللي هيكون موجود في الساعة 8 مساء، وفي التوقيت اللي بتكلم معاك فيه عمر دلوقتي هو نفس توقيت القاهرة، ما فيش فرق توقيت بين بوتسوانا والقاهرة، هو نفس التوقيت، لكن من باكر بإذن الله بعد الفطار مباشرة الجهاز الفني هيحدد مواعيد التدريبات. في احتمالية وانا كنت بتكلم مع كارتيرون ان بعد ميعاد الاستشفاء النهاردة يعمل تدريب صباحي مبكرا لكل اعضاء اللاعبين والجهاز المعاون، ثم بدءا من يوم الخميس والجمعة يكون التدريب في ميعاد المباراة الساعة 6 على ملعب المباراة. تم الاتفاق بين الكابتن سمير عدلي ومع المسؤولين هنا في تاونشيب في ظل ان الكابتن سمير سبق البعثة 48 ساعة ان فريق تاونشيب وفر ملعب للنادي الاهلي يؤدي تدريباته عليه ايام الثلاثاء الاربعاء والخميس والجمعة باذن الله، لان تحديدا يوم الجمعة هيكون التدريب على الملعب الرئيسي اللي هيستضيف المباراة الساعة 6 مساء. الجو بما انك سألت على درجة الحرارة، الجو هنا مختلف تماما عن اجواء القاهرة، هنا درجة حرارة منخفضة تماما، الجو بارد في هذه اللحظات واحنا بنقترب من المساء، درجة الحرارة بتصل لحوالي 9 درجات مئوية، مفيش رطوبة نهائيا، جو اوروبي بمعنى الكلمة. حتى موعد المباراة هتكون الساعة 6 مساء وعلى الأضواء الكشفة في الملعب الوطني، هتقام مباراة في الأجواء الأوروبية، والنهاردة حتى اللاعبين سعد سمير وشريف إكرامي ومؤمن زكريا وحسام عاشور كانوا بيتكلموا مع الجهاز الإداري على موعد إقامة المباراة وهل المباراة هتقام على أضواء الكشفة، وسألوا على الظروف الجوية، الظروف الجوية مميزة جدا، طبيعة الأجواء الأفريقية من درجة حرارة عالية من رطوبة شديدة، كل هذه الأمور ليست متواجدة في بوتسوانا في هذه الفترة من العام، وإحنا بنقترب من نهاية شهر يوليو ومع بداية شهر أغسطس، هنا الجو شتوي بارد جدا، احتمالية تساقط أمطار أيضا كمان في أي لحظة، وإحنا هنا في موجودين مع بعثة فريق النادي الأهلي في بوتسوانا، لكن الحمد لله الأمور تسير بشكل جيد. التنسيق بيتم بين الجهاز الإداري كابتن سمير عدلي مع مسؤولي تاونشيب طبعا بطل بوتسوانا، في ظل أنه طبعا ما فيش تمثيل دبلوماسي لمصر هنا في بوتسوانا، كما كانت الامور ايضا مع فريق تاونشيب ما كانش في تمثيل دبلوماسي لبوتسوانا داخل جمهوريه مصر العربيه، فبيتم التنسيق بين كلا الفريقين، وكانت في اتصالات يعني خلال الفتره الاخيره مع سفاره مصر في جنوب افريقيا لتذليل اي عقبات، لكن خلال الفتره الاخيره وخلال الساعات الاخيره بصراحه كابتن سمير عدلي منذ ان وصل أنهى كافة الإجراءات وكافة الأمور، لولا فقط مسألة التأشيرات لأن خدت وقت كبير جدا هنا في بوتسوانا ولها إجراءات معينة وإجراءات لازمة خلال الساعات الأخيرة.
لكن الحمد لله بعد انتهاء هذه الاجراءات رغم ان البعثه وصلت حوالي الساعه 3 عصرا، لكن الكل اتحرك من مطار بتسوانا في حدود حوالي الساعه 6، يعني ما يقرب من حوالي 3 ساعات كنا متواجدون داخل مطار العاصمه البتسوانيه جبرون لانهاء هذه التاشيرات والاجراءات قبل الوصول لفندق الاقامه. واحنا دلوقتي داخل فندق الاقامه الامور تسير بشكل جيد، ومن غد باذن الله هيبدا العمل لتجهيز هذه المباراه. نقطه اخيره يا عمر قبل ما يعني توجه اي استفسار، فندق الإقامة اللي احنا موجودين فيه حاليا هو اختيار لباتريسا كارتيرون، كان الجهاز الإداري بقيادة الكابتن سمير عدل وأيضا الكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير القرى، كانوا عرضوا أكثر من فندق إقامة على الجهاز الفني وعلى المدير الفني الفرنسي باتريسا كارتيرون، لكنه اختار هذا الفندق. هذا الفندق متواجد في منطقة رجال الأعمال بعيدا تماما عن العاصمة، متواجد في منطقة هادئة، منطقة رائعة. وهذا الفندق باتريسا كارتيرون تواجد فيه مع بعثة فريق مازيمبي عندما خاض عدد من المباريات الأفريقية في الأعوام الماضية، فبالتالي لديه دراية كافية بالإقامة في بتسوانا وبإمكانيات والظروف المحيطة بهذا الفندق لتساعد فريق النادي الأهلي في المباراة القادمة. أيضا مع البعثة في شيف خاص، الشيف محمد الدالي هيجهز كل الأمور الخاصة. البعثة استحبت كل المأكولات والمشروبات من القاهرة عشان تتفادى أي إجراءات أخرى أو أي عوامل سلبية قد تواجهها البعثة هنا في بتسوانا. بيرأس البعثة المهندس والأستاذ خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس إدارة النادي الأهلي، والحمد لله حتى هذه اللحظات الأمور تسير بشكل جيد وكل الأمور الحمد لله ميسرة بشكل جيد فيما عدا الحقائب التي فقدتها بعض أفراد البعثة في مطار جبروني. وخلال الساعات القادمة سنوريكم بالتفاصيل إن شاء الله في استعدادا لهذه المباراة. يا عمر إذا كان لديك أي استفسار متعلق بهذه المباراة. محمد سعيد بشكرك شكرا جزيلا، يعني كم معلومات رائع جدا وجودك في بتسوانا، ودايما هتكون موجود معنا لحظة بلحظة على قناة الأهلي علشان تقول لنا على كل ما هو جديد. شكرا ليك. كان معنا محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي من بتسوانا، وتكلم معنا على